فيه مجموعة من الأحاديث تحفظها بالسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينك وبينه يمكن 20 رجل أو أقل أو أكثر، تذكر لي شيء من هذا؟ نعم، بالنسبة للإسناد من خصائص هذه الأمة ولا بد من الحفاظ عليه، ونحن بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أسانيد هي التي نروي منها كلامه، وهي التي وصلت إلينا منها سنته، ونحافظ عليها ونورثها أولادنا وطلابنا. تذكر لي حديث من هذه الأحاديث بالسند؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحدثك وأحدث المشاهدين بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي مأمون الصباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري قال في صحيحه حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. اللهم صل على محمد. أنا سوف أختم بهذا الحديث.